الراجل ده مرضيش ينزل من بطن امه الا لما حلفت له انه هيبقى ظابط. ده الواد قلب لك البيت اسمه بليس، هيموت ويخش كليه الشرطه. مش ابوه سواق سياده اللواء؟ ده كان زمان يا ديب. واكيد بقى سياده اللواء هيساعده. ده هو اللي مربي يوسف. ما انت عارف يا ديب، ده يوسف ده اللي طلعت بيه من الدنيا بعد امه ما رمتني. في حد يتقدم لعيلة محترمة ويقول على نفسه نقيب شرطة وهو سواق؟ لا عندك بقى، أنا ما قلتش نقيب شرطة، أنا قلت نقيب السواقين. هما سمعوا نقيب فرحوا وما سمعوش الباقي. ذنب أنا؟ الراجل ابني هيبقى ظابط. الله، انت مش عاوز تفهم؟ صرف لي بس ب 5000 جنيه. انا صابر، ما انا مديك 5000 جنيه الاسبوع اللي فات. دول بقى بتوع بيتك اللي وقع على السكان، مش قضيه وهيطلعك منها دي. وانا هقعد ادفع 5000 في 5000 في 5000 والمحروس ابنك لسه ما دخلش كليه الشرطه؟ يا عم انا افهم، نتيجه الثانويه العامه طالعه بكره، بعد بكره هقدم له في الشرطه. 4 سنين هيفوتوا هوا ويبقى ظابط. شوف انت بقى لما تديب ظهره يبقى ظابط. ومين؟ ابني يوسف. كله يجهز. مين؟ 3. ايه الصوت ده؟ مش كنا رنين الجرس احسن؟ جرس ايه يا غبي؟ واحنا جايين معزومين على الغداء، احنا جايين مع مريا. ده استطلت انت ولا ايه؟ يلا ارمي الحشيش على الارض. انا ما بشربش الحشيش بتاعه يا باشا. بوليس، كله اثبت مكانك، كله ارمي الحشيش على الارض بسرعه. اثبت مكانك. سمكري اسمه عسكري. ما انا عارف انه عسكري، بختبره. عسكري؟ تمام يا فندم. رجله بني ادم. حد كلمك يا شخص؟ لقينا معاه 200 جنيه يا باشا.
250. قلنا 200 جنيه واتعشت. قلت مش عايز ولا كلمة. ها الشقة دي بتاعت مين؟ بتاعتي يا باشا. كم أوضة؟ أربع أوض وصالة ومنور. وطبخين إيه النهاردة؟ بامية يا باشا. باللحمة الضاني؟ أيوة يا باشا. طب والنبي والنبي يا بابا سخلنا بسرعة عشان ميت من الجوع، واعمل حساب بالواد سفينة عشان هيبات معانا النهاردة. ويبات عندنا ليه؟ أمال أبات يعني فين؟ ما أنت عارف أبويا كل يوم يطردني، هروح فين؟ خلاني أبويا. وطردك تاني؟ وتالت. بصراحة أبوك يأكله. بقول لك إيه يا عم الحاج بقى ما تاخدناش في دوق، سخلنا لقمة الواد هيموت مننا. سلام يا ديك. يلا يا يلا يا باشا. يا ديك ايه رايك في الواد يوسف ابني؟ ظابط ولا مش ظابط؟ لا ظابط و60 ظابط كمان. يعني هتدفع؟ ماشي عديك الخمسه خليهم 7. ده لمصلحتك. افتح يا جبان. بقول لك افتح لا اكسر الباب. افتح بقول لك احسن لك. يا استاذ يوسف مش كل مره تيجي تخبط علينا غلط كده؟ شقت اختك اهي. ايه في وشك؟ انت هتقتلني ولا ايه؟ ما خلاص ولما هي مش شقه اختك تفتح ليه؟ ها اقفل بقول لك. حاضر اقفل. افتح يا جبان. افتح لا اكسر الباب. افتح بقول لك احسن لك. هو فين؟ اهو جالك. اهو جالك اللي ما هيريح بالك، اللي هيقعدك على التخت ويعلمك الف ب من اول وجديد. قولي لي ما ترفزنيش، عمل فيكي ايه؟ عمل ده عمل فيا عمايل الهي يبتليك بعمل يخليك شبه ملايه السرير كده. ويكا ويكا اخويا خد لي حقي. حاضر. ما تسيبنيش بناري. خلاص بقى ما تعصبنيش. واللي انت عايزه ويكا هديهولك. طب اطلع انت بره، اطلع انت بره عشان ما تتاذيش بره. هو كده جاب اخره معايا. انت حيوان، انت يا حيوان قوم وبص لي. انت يا حيوان محدش مالي عينك ولا ايه؟ بص لي هنا ولا وشي مش عاجبك؟ انت مش سامعني يابا ولا ايه؟ طب انت سامع اهو. اديله يا ويكا. يعني ولا ايه؟ ايه ده؟ اصل انا عارف الاشكال دي كويس. الاشكال دي انا حافظها عشان تبقى عارف. الاشكال دي ما بتجيش غير بضرب الجزم. هموتك ضرب. ولا هموتك يلا. ولا الله 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 الله. ده هو انا اختي يحصل فيها كده؟ هو انت ما بتتكلمش غير لما بتتضرب ياض؟ هو انت ما بتعملش دماغ غير لما عورك كل يوم ياض ولا ايه؟ احترم نفسك يا ولا ولا ولا. عهد الله انا هموتك والله العظيم ما هيكفيني فيك 6 شهور ومحدش يحوشني يا رجاله عشان الواد ده لازم يتقطع النهارده. ولا كيفيتك الضربه دي؟ ها على كده هموتك ولا احترم نفسك ياض. حرام عليك مش كل يوم تضربوا الراجل. مش كل يوم تضربوا الراجل، ده انا الودي ودي تدخل في طياره يكون سواقها اعمى. قلت مش حسيبك يابا، مش حسيبك حتى لو بصت رجلي. خلاص خلاص روح امسح دم في مناخيرك ده بقى بسرعة. يا رب يا رب تكون اتعصت بقى. ايه بتنهج ليه؟ ها مش قلت لك امسح الدم في مناخيرك؟ لو ضايق تاني بيكلميني. فاكرين فندي؟ دول نخنوخ يا قاري. قاري يعني ايه نخنوخ؟ من قبل ما تيجوا كنت عايش في السجن ده لوحدي. صباح الخير يا حيطه، تعالى فوق بلاط. يوم ما تيجوا تفتشون انا تفتشوا نخنوخ. يا نهار ليل. انا عايز اعرف منحرف مين اللي لهس السيجاره من عجباتي. انا مش هكلمه، انا بس هاخد وش منه ليه اعرف ايه دخلياتي. شممني بقك انا ريح زيدي يا غرق الباتر يا ريس باين عليها. وانت اهو تعال شممني بقك. السيجاره دي لبرور. ابوس ايدك كنت خرمان يا ريس. احنا هنقضيها سندن دندن ورك ورك. ما بحبش الاستعطافات.
مين راضع معاك من السيجارة؟ العنبر كله يا ريس. العنبر كله؟ يبقى العنبر ولا السجن في تطور طبيعي حسب لوائح منظمة حقوق الإنسان. نسبة الزيادة في الإنتاج 90% وفي طريقها للزيادة. وأحب أطمنكم بقى على الآخر، نسبة الهروب معدومة تماما. It's very very nice meeting you. Thank you very much. Welcome. Thank you. Thank you. Welcome. Welcome, sir. Welcome, sir. Welcome. Yes, yes. Nice to meet you. Fine. Nice to meet you. Fine. Yes. Help! 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 كده دراعي مالها عناية يا ريس؟ ده احول ياض. احول؟ انت فاجئتني بالموضوع ده يا ريس. ده انا اتمرمطت من يوم ما سبتني ورحت السجن. مين اللي حول دراع اليمين يا حارة؟ الحارة كلها يا كبير. كانوا مفكرينك مش راجع تاني. كلاب، انا اعرف بيهم واحد واحد. مفيش بهدلة بعد النهاردة يا حارة، ولا في مسح زلالة. خلاص ياض، ما انا قلت لهم بنت تاني فوق. فوق يا كبير، ولو مش فوق تبقى فوق. انت بتوطي صوتك ليه يا ياض؟ احنا بنخاف من حد؟ انا طالع لتهاني عشيقتي، يعني انا وهي وثلاثنا الشيطان. اللي عايز يبلغ البوليس نمرته 122. نمره البوليس 122؟ ما تحكيش عن نمره قوي ياض لحد احفظها. خد خلي السنجه دي معاك، لو حصل اي حاجه صفر لي على طول. هات طوبه دبشه يا كبير. لو ماضيت اهلك دي هي اللي حوالتك. بنتك ريان، انا بحب بك يا بنت. اخس عليك يا نوخه، بتضربني؟ بضربك. بقالي 5 سنين ما ضربتش حرمه. ضرب الحريم ليه طعم تاني برضك. صوتي على الله يكون حد سمع صويتك واتضايق. بضربها. في حد متضايق؟ يا بنت زعلت ولا ايه؟ ما تزعليش، لا اقتلك. اكل الحبيب زي اكل الزبيب. بس بقى يا نور. يا بنت اطفي النور. الكل الرمه مش هيبطل يبتزني. ده بيستغل الشبه اللي بينا وبيلعب باسمي في السوق.
كل ده ضغط يا فندم ان في شيكات كتير جدا بتروح البنك على امضاء تجيب امضاء سعادتك. حتى الهدوم اللي انا بلبسها بيروح بيشتري زيها وبيبعت لي الفواتير على عنواني، ثم البنت الجير فريند بتاعتي افتكرته انا. مخلوق وصل يا باشا. هتقول بسرعه. انا هخلي ترمواي يندم على اليوم اللي بص في المرايه واكتشف الشبه اللي بينه وبينه. عمنا باشا. الف حمد لله على السلامه يا مخنوخ، اخيرا خرجت من السجن. لا باشا انا ما خرجتش، انا هربت من السجن. ولو عايز تبلغ بلغ البوليس نمرته 122. ابلغ ايه؟ انا ما صدقت انك خرجت. اقعد. كلام على ايه يا باشا؟ اكل. طب عايزه مع سبق اصرار وترسب ولا ضرب تفضل موت ولا صعقه من الكهرباء ولا الثلاثه مجتمعين؟ المهم انه يموت ويروح في 60 داهيه. اه باشا بس الدم غالي. نص مليون. اخضر احمر ازرق. انا معاك في كل الالوان. هم نص مليون جنيه مصري والعربون اهو شيك باربعين جنيه. يبقى انا كده فاضل لي 499,960 جنيه. كلام على مين يا باشا؟ ترمواي. ايه؟ عباس ترمواي؟ انت غفلتنا يا باشا. انا عمري ما شفته، بس اسمع يعني انه منطقه. ده عايز له خريطه عشان تقتل. ايه؟ خايف يا بطل؟ انا ما بخافش غير من اللي خلقني. اتنين تلاته كده يعني منهم ترمواي. بس اذا كان هو ترمواي انا نخنوخ. نحش بذمة. انتوا ما بتتكلموش ليه؟ احنا المفروض نتكلم فيها نور. انا مش فاكر حاجه دلوقتي يا بابا، اسال معتمد. مش فاكر. فين كان في ايه يا عز؟ بالنسبه لي مش عايز افتكر انا دلوقتي. ارجع. قومي يا عز افتحي لاخوك. رفضع. انت حلو قوي. ماشي. انتوا بتاكلوا من غيري يا خونة. كمان منبر. عملت ايه؟ ناس جاحده. مفيش حد فيهم عاوز يسيب البيت. طب والحل؟ لازم امر ازاله للبيت. كده بقى يبقى مفيش غير ويكا. وهيعمل ايه ويكا يعني؟ هو مش هيخش كليه الشرطه؟ بس لسه نتيجة الثانوية العامة هتبان بكرة. هينجح وهيخش كلية الشرطة وهجيب أمر الإزالة. طب ادعوا معايا، ادعوا معايا وقولوا يا رب. يا رب. ها ويكا قال إيه؟ مرات الظابط لازم تكون سمباتيك. لولا النخت أنا كنت حبستهولها. المسامح كريم يا باشا. ياه إيدك تخينة قوي. مش هتخن من ايديك يا حبيبتي. صباعك الثالث لامس صباعي الرابع. نفس احساس صباعي الصغير حاطط صباعك الكبير. يا صبابعنا، هي ايد مين فينا اللي عرقانه العرق ده كله؟ ما تفرقش، انا تهت في الميه اللي بين ايدينا. وانا ميه ايدينا محيراني. 10,220 235 260 270 270 280 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
ريح. طب والمجموع؟ مجموع مين يا عمالة؟ ده سيادة اللي هو قال يا صابر بس ابنك ينجح، إن شاء الله يجيب 50%. إن شاء الله هينجح الولا ويكرة ده الأهلوب. طبعًا. هو رقم إعاده كام؟ مين؟ رقم إعاد ابنك. أهو. 179-38-54-74-0-35. بس ابنك لو حافظ الرقم ده زي ما أنت بتقوله كده هينجح. أحمد حلم الشوكي صاحي. أحمد عبد الله محمد صاحي. إبراهيم السيد أحمد صاحي. سعيد عبد النبي غريب صاحي. شادي عبد المنعم سعيد صاحي. علي أبو الفتوح إبراهيم صاحي. علي موسى سالم صاحي. مسعد يا فاشل يا صاحي. أي يا لهوي. صاحي.
خلاص بقى خلاص بقى يا سفينه، هي اول مره ان شاء الله السنه الجايه هتنجح. انا مش مشكله يا باشا، المهم ان انت تنجح وتخش كليه الشرطه وتبقى ضابط قد الدنيا، وشوف بقى سفينه يبقى صاحبه ضابط شرطه. والله العظيم اعمل معاك احلى واجب يا سفينه، ده انا احبسك خميس وجمعه من كل اسبوع، بس انت ادعي لي يا رب تنجح يا يوسف يا ابن عم صابر يلي اسمك ويكا يا رب. برضو جيت يا حبيبه. ثانيه واحده بقى، حرف ايه؟ حضرتك يا عمي. تمام يا ابني تمام، الف مبروك. الله يبارك فيك يا عمي. ايه في حاجه؟ لا 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 ما فيش يا عمي، بس يعني الظاهر الكرسي بتاع حضرتك او الكنبه اللي انا قاعد عليها بتزيق، يعني في حاجه غلط حصل. لا ما تاخدش في بالك، المهم السيد الوالد هيشرفنا امتى؟ الوقت اللي تقول عليه حضرتك. امتى يا فندم؟ انا ابني ما اتكلمتش. بس في حاجه في حضرتك اتكلمت. لا ما تحطش في بالك، انت قول للسيد الوالد يشرفنا في اي وقت، البيت مفتوح. واضح يا فندم انه مفتوح، ده لو اتقفل نص ساعه تموتوا كلكم. ايه يا ابني في حاجه؟ مفيش،
بس واضح ان الورد في الاماكن المغلقه خطر. هو ورد اليومين دول ورد؟ الورد يا ابني كان زمان. لا 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 مش اسلوب ابدا يا ناس يا اللي في البيت. يا حبيبه عمي بيفضل يا جماعه. في ايه في ايه بس يا يوسف؟ في ايه؟ ده في عدم انضباط في الاوضه جوه خالص. طب قولي بس ايه اللي حصل؟ اللي حصل كان يصبر شويه، يصبر لما ناخد على بعض. سلام عليكم. ما تاخدنيش بذنب بابا يا يوسف. يوسف يا ويكا انت معقول هعيش لحد ما اشوفك لواء يا يوسف؟ يا ايوه فندم. اكيد سليمان باشا فاكرني. ايوه فندم. مش دي شقه سياده اللواء سليمان باشا؟ هي كانت شقته بس احنا اشتريناها. طب هو راح فين؟ هاجر كندا عند بنته. انا اذن حضرتك. سليمان باشا هاجر كندا والوقت صاحي يا ويكا. انت هتقول لي ويكا وتصاحبني؟ بقول لك اثبت مكانك لا اضرب فيه المليان. مش هتلاقي حاجه مليانه تضرب فيها. روح اعمل لي شاي. ايه ده؟ يا بابا قلقتني، في حاجه حصلت ولا ايه؟ مفيش يا ابني، ربنا يستر. ربنا يستر يبقى في حاجه حصلت. انت هتخبي على صاحبك الصغير؟ انت قول لي. ما لقيتش سليمان باشا. ساب وسط البلد؟ وانا بكلمك على شارع سليمان باشا؟ انا بتكلم على اللواء سليمان باشا. مشي سافر. سافر؟ سافر ازاي قبل ما يوصل عليا في كليه الشرطه؟ نصيبنا كده يا ابني. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ بابا ده انا حياتي كلها واقفه على اليوم ده. امال انا هعمل ايه؟ ده انا مصيبتي كبيره قوي. ده في ناس احتمال تاذيني. ما تخافش يا بابا، محدش هيمس شعره منك طول ما انا عايش على وش الدنيا. يا سلام. هتعمل ايه؟ هنجح ومن غير واسطه، وهتشوف ابنك ويكا هيعمل ايه. يا الصرخه حلوه، بس يا ترى هتعديه في الاختبارات؟ دي خريطة نخنوخ. لا تقول لي بقى خريطة العالم ولا خريطة الوطن العربي. الطريق ده والطريق ده والطريق ده أنا اللي راسمهم. ده الكباريه. حلو؟ عايزك تركز معايا. الخطة كالتاتي: أنا وأنت والبت تهاني هندخل الكباريه اللي فيه المطوة ده كبزاين عاديين خالص. البت تهاني هتلاغي الترماي، أنت تطلع المخدر وتحطه له في كوباية الخمرة. ماشي يا ريس. طب وأنت؟ اصطبر، أنا لسه دوري بعدين. بعد كده هيتخدر هتشيله على كتفك بايد واحده وتطلع بيه اكنه سكران، هترميه على الكنبه الورانيه بتاعه العربيه. حصل يا ريس. طب وانت؟ اصطبر، انا لسه دوري بعدين. جه يعمل قلق، يعمل اي حركه تقوم انت كاتم نفسه على طول، فلفص يمين فلفص شمال، تفضل كاتم نفسه على طول. ماشي يا ريس. طب وانت؟ اصبر، انا لسه دوري بعدين. وبعد كده تقوم مطلع المطوه من الكباريه وتقوم غزف بطنه. غزناها يا ريس. طب وانت؟ انت سبتلي حاجه اعملها يا خبي. بس النقطه دي تحيه ليكم مني انا، انا سامخ ابو الفدا. ربنا يخليني ليكم. يا عمنا دلوقتي، هو انت اللي بتنقط ولا انت بترد عليا؟ ده اللي بيقلدك. يا عمنا خلاص عرفنا ان ده المتشبهاتي، ما تخلينيش اقوم اقتلهولك قدام الناس. ماشي يا عمنا. انا هشربها.
بتلاقي الراجل ده بتقرطصك يا كبير. انا عندي فلوس يا غبي. دي الخطه يا غبي. يمشي لغي جامد بعنف يا بنت. ما تقلقش يا نوخه، هموتهولك من غير. النقطة دي والنقطة اللي قبلها مصيرهم ايه؟ عايز اعرف راحوا فين. النقطة دي بيتي اولى بيها ورقصني برضه. شامخ ابو الفدا واسم الحركه ترمواي. ما شفتكش قبل كده؟ تهيألي تقابلنا في شرم الشيخ. ساقعه عليا. يبقى في مارينا. حر قوي. طب في الغردقه؟ اغرب يا روح قلبي، ده احنا هنتقابل كتير قوي. يبقى نشرب كاس في صحتك. صحتك. ودوي اللي معاكي وحستناكي بره. استنى يا جامد. ايه سكران واخدينه رجع. ايه ولا المطوة ولا فوز ولا ده الخطة. نسيت المطوة يا رئيس. رايح اتصرف يا بتصرف. سيبوا رئيس. سيبوا نشن عليا. انا نشن عليا. ده انا ايدي تتقطع ولا نشن عليك يا ريس. اقتلني يا غبي. اقتلني. انت ادرى بقى. خريتك يا ترمواي على ايد واحد احول. سامحني يا كبير، سامحني يا كبير، قتلتك بايديا. ولا دبشة. مين؟ مين ايه؟ انا يا غبي. يا ريس انا يا غبي، انا غلطان. ايه مالك؟ واحد وقتلناه. عايز تبلغ بلغ. البوليس نمرته 122 واحنا قاعدين هنا شوي. ولا قتلك يا ولد المجانين. يا ولد المجانين بتقول ايه؟ قتلته؟ طيب يا نخنخ هكلمك بعدين. مع السلامة. الواد نخنوخ بيكذب عليا ولا ايه؟ هو المعروف عنه انه ملوش امان سعادتك. طب هنتأكد منين انه فعلا قتله؟ اما ترمواي يختفي وما يبقالوش اثر. لسه هستنى ترمواي لما يختفي. اسمع لما اقولك، الواد نخنوخ ده مش هياخد ولا مليم قبل ما يجيب لي راس ترمواي واشوفها بعينيا. ايه؟ اجيب لك راسه؟ رأسه يا باشا، انت مش مصدق ان انا قتلته؟ طب يا باشا اصوره لك بالكاميرا بتاعت الموبايل وابعته لك بالبروتورز. ماشي يا باشا. رأسه حاضر. طب يا باشا ما ينفعش صباعه؟ حاضر يا باشا ما تنرفز، هجيب لك رأسه. يعني قتلت الراجل ومش قادر تقطع رأسه؟ انا اقتل لكن اقطع رأس ليه؟ انا مجرم؟ مجرم؟ بعيد الشر عنك. مين اللي يقدر يقول كده؟ ده انت ارق راجل عرفته في حياتي. يا حبيبتي. ايه يا ولد؟ يا بنت مالك؟ ايه ده الراجل بتاعي، يعني دراعي اليمين. دراعي اليمين بيبوظ دراعك اليمين. مالك؟ يخرب بيتكم نسيتوني اكل عيشنا. وبعدين هنعمل ايه في الراجل اللي عايز الراس ده؟ ولد قبشة، انت عمرك ذبحت انسان في حياتك؟ عمري يا كبير. يبقى فرصتك جات لك يا ابن المحظوظه. واضح انك انت جاهز للاختبارات قوي. اختبارات ايه يا ابني؟ اختبارات ايه؟ ده انا ظابط من وانا عندي 6 سنين. يعني مش واخد بالك ان يعني الجسم يعني زياده شويه ولا ايه؟ انا عمر جسمي ما كان عقبه في حياتي. وبعدين هيعوزوا مني ايه؟ جري
هيلاقوا حمامة قدامهم، نطت ثقة وكده هيلاقوا فهد. لكن أنا اللي قلقان عليك بودانك دي. لعلمك أنا وداني عمرها ما كانت عقبة في حياتي. اجمع كل الطلبة قدامي بسرعة. النهاردة أول اختبارات في كلية الشرطة، اللي هينجح في اختبارات اللياقة هيجي ويكمل معانا بكرة. انت وانت البسوا روحوا بيوكم. معقولة؟ معقولة نجحنا كده من غير اختبارات؟ لا مش منظر يعني، اختبرنا عشان ما يقولوش مكوسنا. يا ابني انت كده كده ساقط من غير اختبارات، ده جسم ظابط ولا دي ودان ظابط؟ يلا بقية الطلبة على الملعب. أنا جسمي طلع أكبر عقبة في حياتي. وأنا وداني طلعت أكبر عقبة في حياتي. طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ أروح لأبويا وأقول له إيه؟ ده أنا أبويا ممكن يموت فيها. أنا عندي فكرة. إحنا لازم ننتحر. عندك حق. إحنا خسارة فينا الحياة. بابا بيديني رنة وأنا في الظروف دي، طب أقول له إيه دلوقتي؟ رد عليه وما تزعلوش، قول له إنك نجحت. فكرة. بص هو فين؟ افرش الحارة كلها، أنا عاوزها ليلة من ألف ليلة وليلة. ماشي يا شهريار. واعزم كل البشر، ابني بقى باشا غجر. يا ابني ده سبع كوبري نقف عنده وشكلك مش ناوي تعمل اي حاجه خالص يعني. احنا لازم ننتحر، لازم ننتحر. طب يلا احنا بقالنا 3 ساعات بنعيط، خد قرار بقى وخلصني بقى. طب انت اتفضل. اصلا ما بعرفش اعوم. طب انت عايز تعوم ليه؟ انت عايز تموت. اصلا انا بحب اموت تاني واحد. طب بص احنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونغمض وننط. بس بص احنا هنتفق اتفاق، احنا هننط مع بعض. لو انا مت قبليك امان عليك، امان عليك تموت نفسك. انا موافق، بس لو انا مت قبليك يبقى قدرك بقى. هعمل لك ايه؟ اللي بتعمله هنا يا وائل؟ بابا كل سنة اجي اجيبك من نفس المكان حتى الانتحار فاشل فيه. يا بابا ابدا انا مش بنتحر، ده انا كنت جاي اشم شوية هوا. انا عارف انك صدت، عارف مين الكومبو اللي جنبك ده، صاحبك؟ لا ابدا يا بابا انا معرفوش، ده واحد بيحاول ينتحر وانا بحاول اعقله. يا واد الوطيانة اللي انت فيها دي يا واد، ده احنا عشرة من 7 الصبح يا واطي. معلش يا ابني معلش، حتى صاحبه بيبيعه. اتفضل قدامي. اتفضل اتفضل. عايز اسمع صوتك. انا كومبو، انا كومبو يا راجل يا كايزر. ويلكم لعم صابر، ويلكم للباشا، ويلكم يا باشا. تعال انت بتعمل ايه؟ ده انت رفعت راسي في الحاره والليله دي بمناسبه نجاح كايزر. يا بابا بس انا ما نجحتش قوي للدرجه دي يعني. يعني ايه؟ يعني يعني ملوش لازمة اللي انت عامله ده كله يعني. ممكن نتكلم كلمتين على انفراد انا وانت؟ على انفراد؟ انت بقى في ايه شغلتني؟ بابا انا سقطت في اختبارات الكلية. ايه؟ صوت؟ ايوه يا بابا، بس ما رضيتش اقول لك في التليفون على اساس ان انا هنتحر، بس برضه ما حصلش نصيب. مش عارف ملطشه معايا ليه. طب والليله اللي تحت والفلوس اللي سحبتها من الناس؟ انا احس انك هتخدمهم لما تتخرج، اردها ازاي؟ اقول للناس ايه؟ انا هعمل ايه يعني يا بابا؟ الله مفيش في ايدي حاجه اعملها. دول ما رضوش يدخلوني الاختبارات اصلا عشان جسمي. دول يقتلوني، ده انا ساحب منهم فوق ال 100,000 جنيه. خلاص يا بابا نبيع البيت ونرد الفلوس للناس. يا ريت. وجيب ده كبيره 30,000.
تقتل الواد اللي تحت ده. حد من الحارة عارف انك سقط؟ لا يا بابا، انت اول واحد تعرف. ومالك يا اخويا فرحان قوي كده ليه؟ اسمعني، حسك عينك حد يعرف انك سقط؟ انت نجحت. لا يا بابا ما نجحتش، انت مش فاهم. سقطت، بقولك سقطت. ما انا عارف انك انت جلت، انت هتشلني. انا بتكلم لما ننزل دلوقتي تحت، اوعى يبان على وشك انك زعلان لغايه ما نشوف حل يا اخويا في المصيبه اللي احنا فيها دي. بالصلاة على النبي، النقطة دي عشان خاطر يوسف باشا صابر. يوسف باشا صابر، وقلبي لا عيهدى ولا عينام إلا لما شوف الباشا يوسف وهو بيرقص مع أبوه الريس صابر، رقصهم سفينة على المولد الجديد. هنروح المولد. في البحر انت مش بطل؟ احب اعيش الجو، الموت هيبقى لا شرب ولا بس. ايوه حبيبي، هتيجي تقعد عندنا 45 يوم بس؟ ده انت تيجي تقعد العمر كله. مين اللي بيكلمك؟ ردي عليا. مين؟ خيري ارجوك، ده يوسف ابني. اوكي سوري يا مديح. خلاص يا يوسف، هبقى اكلمك بعدين. هات العلبة دي يا خير. سيبيها، حصل تعبانة. خيري، أنا كنت عايزة أقول لك إن يوسف ابني هيجي يقعد هنا كام يوم، وخايفة يعني إنك. عيب يا مديح، ده كفاية أرد جمايلك في تربية بنتي. يا حبيبي يا خيري. راحوا الحبايب بقالهم عام وتالي. Yeah.
ليا. انت بتعيط يا يوسف؟ فرحتي يا حبيبي. ما انا كده بفرح زياده عن اللزوم. طيب انا كمان ازعل افرح اجوع اعيط. طب اقول لك على حاجه، انت تعيطي احسن. احنا بنعيط ليه؟ اصل انا سقطت في اختبارات الكليه. مفيش عسكري، استنى انت بره دلوقتي. ماشي يا باشا، ماشي. دبشة اعمل ايه؟ انا دبشة امر كبير. الشنطة جاهزة يا ريس؟ شنطة مين يا ريس؟ يا غبي، شنطة الراس. أهم حاجة تركز معايا، الخطة كالتالي: أنت هتاخد الشنطة وتسبق على الأتوبيس المكيف، أول ما توصل تدار الشنطة مع العفش وتحجز لنا تذكرتين، التذكرة بتاعتي قدام والتذكرة بتاعتك مرمي ورا خالص. سماعه جنبك يا ريس. يا غبي، افرض حد قاطرنا، أنت لو اتقبض عليك مش إشكال، أنا لو اتقبض عليا أنا ثروة قومية يا ابني. فهمت الخطة؟ فهمت يا ريس. أوعى تبوظ حاجة. ما تقلقش يا ريس. يلا بينا. يلا. الشنطة. شنطة ايه يا ريس؟ الشنطة يا غبي. بعد اذنك يا باشا هسألك سؤال. اتفضل اسأل. التلخ فينا اللي احنا فيها ديت، انت راكب السوبر نت ده ورايح على فين؟ ما تخليك في حالك وما تتدخلش في اللي مالكش فيه. انا رايح الكلية، اروح ازاي بقى؟ دي طريقتي، طريقة ظباط. كلية؟ امال ايه؟ طمنتني. ليه اطمن قلبك؟ باشا ايه؟ اتك على الصبر شوية. وانت هادي يا سفينة، خلي بالك من ابويا. في العندي قبل العندي. ربنا يستر على ابويا. يوسف، انا كنت متاكده انك كنت بتضحك عليا. وايه البصه دي؟ هو انا عريان ولا ايه؟ هضحك عليك ليه يعني؟ لا 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 يا باشا، الشغل الخطا ده ما بحبوش. استاذن انا بقى، ملاسي عليكم. الصياعه ادب والشعوة صمت. لا اله الا الله محمد رسول الله. الملاسي عليكم. سلام يا واد. سلام يا باشا. انا كنت متاكده اني ما انفعكش يا حضرة الضابط. يا انجي فهميني بقى. انجي؟ يا بنت بهزر معاكي، ما انا عارف انك حبيبه. هو انا لو كنت عايز اهرب منك كنت كلمتك في التليفون وقلت لك تعالى شوفك قبل ما اسافر؟ يا حبيبه انا هربان من فضيحه. طب غلطت مع انجي؟ انا ما شفتش غباء في حياتي بالمنظر ده. امشي انت دلوقتي يا حبيبه، وانا اول ما اوصل هناك هكلمك في التليفون اشرح لك كل حاجه بالتفصيل. ايه يا غلط تيجي في الثلاجه؟ يا باشا كلاخلي كلاخلي. لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله، هو نجح في الكليه ولا ما نجحش؟ انت لخفينا دي. صباح الخير يا باشا. اهلا يا ابني، صباح النور. يا ما شاء الله الشرطه يعني مقاساتها اتغيرت خالص. كوميدي وكده ولا ايه؟ ده كوميدي فعلا. انت قاعد عايز تجنني؟ ده انا بسببك خطاوة امك. اطلع برا بيتي يا حيوان، برا. كون في داهية. لازق من الحياة ومن اللي فيها، والمشاكل
باشا باشا سوري عادي يا باشا، الشعب خير الشرطه يعني. تشربوا شاي؟ انا عايز شاي من فضلك. خليهم اتنين والحساب عندي يا حاج. من فضلك انا هحاسب على حاجتي يا باشا. انت جاي عليا يعني؟ صح. اسألك سؤال بايخ يا باشا، وانت رايح فين؟ برافو عليك، فعلا سؤال بايخ. بس انت يعني لابس كليه الشرطه والاوتوبيس ده ما بيروحش الكليه. ما انا عارف، وما تسالنيش رايح فين، وبص قدامك بقطفك دي. حاضر يا باشا، حاسبي على الشاي. هات ايه؟ الشنطه يا غبي. خليك هنا. ما اجي معاك رئيس، اجي معايا. واحنا رايحين نزهه، خليك هنا، مش لازم حد يعرف ان انت معايا. خليه يدخل بسرعه. باشا عمنا، بنت عمنا. يا سلام يا باشا، سبحان الله الخالق الناطق المرحوم. طمني كله تمام يا بطل؟ عيب يا باشا، ده انا نخنوخ. وفلوسك اهي يا بطل، وراس الترمية اهي يا باشا. المؤاخذة دي رجل راس الترمية اهي. دي ريتو. ايه ده؟ من راس الترمية في ايه؟ يا نهار اسوح، راس الترمية في ايه؟ لا مش نخنوخ اللي يتسرق. اخلص يلا، كلام ده ما يكونش معايا انا. انت عارف ايه؟ فين؟ فاهم يا باشا، يا باشا الشرطة اتلخبطت والله، بعدت خنجر عامل نفسه كلية الشرطة. ولا مفيش حد يقدر يضحك على شامخ بيه. يا باشا قتلته، والله قتلته بإيد دهبشة. دهلك يومين لو ما جبتش راسه الماي، أنت عارف هيحصل لك إيه؟ ارموه بره. والله يا باشا قتلته. مش نخنوخ اللي يتمسك كده، مش نخنوخ اللي بيتعمل فيه كده، مش نخنوخ. ايه يا كبير، في حد كلمك؟ انا حد يقدر يكلمني؟ انا نخنوخ بس حلقت. هات الشنطه. واجب يا كبير. قوم وقف وانت بتكلمني، قوم وقف بص لي وفهمني، قوم وقف قوم وقف قوم وقف قوم وقف. ماما حبيبي وحشتيني. وحشتيني قوي يا ماما. انت كمان. اهلا يا ويكي. اهلا يا عم. ناني بنتي. هاي، ازيك؟ الله يبارك فيك ويحفظك. وليد صاحبي. اهلا وسهلا. انت ايه البدله اللي انت لابسها دي؟ اكيد مش اغرب من البدله اللي انت لابسها. مش وقته حبيبي، تلاقيك ميت من الجوع. يلا عشان تتغدى، الشنطه هم هيطلعوها. بيرمان طلع الشنطه. أنا المكان ده معصبني. غريبة يا عمي، مع إنه مكان هادي وجميل. أنا كده الأماكن الهادية بتعصبني. أنت براحتك يا باشا، اعمل اللي أنت عايزه. خيري؟ سوري، أنا طالع فوق أحضر له المفاجأة. ها؟ طيب عن إذنك يا سونت، عشان عندي مشوار. يلا وليد. يلا يا حبيبي. إيه الجو ده؟ إيه يا ماما؟ هو في إيه بالظبط؟ مفيش حاجة يا حبيبي، لكن قول لي إيه حكاية البدلة دي؟ انت مش قلت انك سقطت في كليه الشرطه؟ بابا مصمم ان انا ما اجيبش سيره لحد اني سقطت. اصله عارفه يا حبيبي، ابوك اخد فلوس من الناس على حس انك تخدمهم لما تتخرج. مفيش فايده، ابوك عمره ما هيتغير.
سلامتك يا خير. سلامتك يا عمي. يا عم انا ما جيتش جنبك والله العظيم. يا عم اهدى شويه. هو بيعمل كده ليه يا ماما؟ هو كده طول عمره اعصابه تعبان. يزر داخل على مشكله كبيره. حول الله يا رب. الف سلامه عليك يا عم. ايه ده؟ والراجل ده مجنون ولا ايه؟ ليه كده يا خير؟ معلش يا حبيبي ما تزعلش منه. يلا يلا روح اوضتك، تلاقيك تعبان من السفر. تصبح على خير يا عم. ما تصبحش بقى، انت حر. الو، ازيك يا حبيبه؟ انت كمان وحشتيني قوي. بقولك، وانت بتعملي ايه ومين معاكي؟ لا لا لا، انا لوحدي صدقني، مفيش حد جنبي، كلهم بره. اما انا النهارده قضيت حته يوم، يوم غير مفهوم بالمره. اه والله، ده راجل جوز امي ده طلع عصبي قوي، ده جري ورايا بالسيف وكان عايز يموتني لولا ستر ربنا رحمته فوق الميه. والله انا مش عارف هقضي مع الراجل ده ال 45 يوم دول ازاي. ايه ده؟ يوسف، انت فين يا يوسف؟ يا جماعة، ايه ده؟ يا ناس، يا ماما، يا ماما، ايه ده؟ مالك يا حبيبي؟ وايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ ما اصل ما في ايه يا حبيبي؟ اصل انا ما انا ما انا انا لا لما بغير فرشتي ما بعرفش انام خالص. هقول لحضرتك، ايوه افتكرت، انا هاخد حبايه من مهدئ بتاع عمي وانا هبقى زي الفل، ما تخافيش. اسكتي بقى يا حبيبه، اسكتي، مش وقت ابوس ايدك. طلع راس مين دي؟ يكونش انا قتلت حد وانا مش واخد بالي؟ ولا انا بحلم؟ لا اكيد مش بحلم، لان انا لو بحلم كان زماني صحيت. طب ابلغ البوليس؟ انا لو بلغت البوليس ممكن البس القضيه لوحدي عشان ما حدش هيصدقني. اعمل ايه؟ والله كويس ان انتوا جبتوا الاكل، ده انا كنت ميت من جوه. هتاكل فين سيادتك؟ حط الاكل هنا وانا هتصرف. ايه ده؟ ايه ده؟ يا متر، انت مش ماشي على بعضك على فكرة. ما انا لازم الفت نظرك كده، مش طبيعي. راسك يا عم، انت هتستقبل راسك. راسي فين؟ راسي راحت فين؟ سيادتك هتنرفز نفسك ليه طيب؟ ما هي موجودة راسك اهي اهي. دي مش راسي، انا شعري مش بني. طب حضرتك افتكر بس، يمكن صبغته قبل ما تتقتل ولا حاجة. قلتلك دي مش راسي. طب ما تاخد دي تمشي بيها نفسك اليومين دول. لا، انا راسي اللي على جسمك يا حرامي. دي راسي طب انا اديك بالقلم ازاي دلوقتي؟ دي راسي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي بيحصل لي ده؟ يا يوسف، انت فين؟ البطارية وقعت مني. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حبيبة، حسبي الله. مين؟ انا ماما يا حبيبي. ماما مين؟ جرالك ايه؟ انا ماما، افتح. ايوه انت ماما، صح. ايه ده؟ الاوضه مكتومه كده ليه؟ انا عايزه اهويها. انا هاويها. ايه
تمرينات يا ماما، انا كده متعود كل يوم الصبح اعمل تمرينات، والا ما كانش جسمي بقى كده. الريحه دي انا ههوي الاوضه. هويها هويها ماما هويها. ايه الصوت ده؟ دي بطني مع التمرينات بتعمل الاصوات. يا حبيبي يبقى جالك برد، مش هفتح الشباك. احسن برضو يا ماما احسن. انا جايبالك بقى شويه هدوم يا رب يجوا على مقاس. ايه اللي بتعمله ده يا حبيبي؟ دي تمرينات السمانه يا ماما، لازم بعد البطن السمانه عشان الركب ما تخبطش في الشورت. السلام عليكم. هلو ويلكم. بدات غباوه، عايز اكلم يوسف الصابر. مين حضرتك؟ مين حضرتك؟ ده المعلم نخنوخ. يا غبي ما تزيحش، نخنوخ قتل قتله. Are you guest or visitor here? If you are a visitor, I should call him. قتل قتله. ايوه جينا. واحد عاوزه؟ قالك صاحب يوسف؟ انا ماليش اصحاب، ما حدش يعرف ان انا هنا. حضرتك اسمك ايه؟ واحد صاحبه من الحته وجاي يعمل له ذهول في المفاجاه. صاحبه من الحته؟ رحت في داهيه. بصي قولي له هو جه اجازه يوم واحد ونزل مصر تاني. يوسف نزل مصر، اي حد يسال عليه قولي مش موجود. هو نازل مصر يا فندم؟ نزل؟ متاكده؟ شفتيه وهو بيسيب الفندق؟ رد يا بنت تخوفهاش. انا مالش كوت بنفسي، هو نازل مصر يا فندم. نزل مصر؟ ماشي يا مصر ماشي. الو، بقول الو. ايه باشا؟ ايه يا عم انت فين؟ صباح العسل يا باشا، انت فين؟ انت هناك ولا هنا؟ ما تلخبطناش. اجي لك عينيا. انت مين؟ انا نخنوخ. نخنوخ مين؟ قتل قتلة. انت جاي تهزر؟ هي ناقصها غور غور. هو زقنا انا ولا زقك انت؟ زقك انت يا ريس. نهار الاسود. ما تهزرش ده. دخلت لي اسم شرطة يا غبي. اسم شرطة ده ايه؟ ده بيتي. انتوا مين؟ كلمة كمان والرصاصة هتتفسح في الفوق. الواد ده ابنك؟ انا واد. ده اللي اتفرتك ده ابني. ولا دمشة؟ نعم يا ريس. خش اعمل لنا انا وانت كوبايتين شاي. استنى تشرب حاجة؟ شاي. اعمل لنا انا وانت كوبايتين. يا فرفة دمشة تفرول. دمشة خليك معايا. طيب بقى يوسف ابنك فين؟ بقول لك ابنك فين؟ ابني في كلية الشرطة. ده لو موجود ما كنتش تقدر تدخل الحارة من أصله. هو الشاي فين؟ عندك في العلبة الزرقاء اللي في وشك. الواد مش في كلية الشرطة، ابنك بيضحك عليك يا حاج. انا ابني مش كذاب، في ضابط بيكذب. هو السكر فين؟ عندك في العلبة الخضرة اللي في قفاك. لو ما قلتش ابنك فين تبقى بتدمر نفسك وبتدمر دبشك. انا ابني طالب في كلية الشرطة، ولو كان موجود كان زمانه حبسك. انت بتزعقلي يا ده حاج؟ بتزعقلي؟ لا بتزعقلي. هو البراد فين؟ عندك على الرف البنفسجي فوق راسك. بقول لك ايه، البنت دي مين؟ دي ورقة بيضة. دي واحدة كده خطيبته، يعني زي ما تقول بيحبوا بعض. تعرف عنوانها؟ لا بس عارف تليفونها. حلو. هو المطبخ فين؟ قليل يا باشا، قليل ابو العطاشة. يا باشا افتح. اتس ماي فريند سفينة. وعشتي 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 يا ابن عمي. وعشتي والله. ايه ده مالك ابن عمي؟ ايه ده انت بتعيط لي؟ في حاجه وقعت منك؟ ايه ده اصلا انا كنت فاكر نفسي بحلم بسفينه، بس انا متاكد دلوقتي ان انا مش بحلم. يا باشا مش فاهم حاجه. ولا انا فاهم حاجه. تعال فاهم. تعال يا باشا. مالك بتعيط ليه يا باشا؟ ما تحكي لي، انا مال فريندك صاحبك احكي لي. سفينه انا في مصيبه مش عارف اخرج منها.
سمعت لا سمح الله. احكي لي يا باشا. شايف الشنطة دي؟ مالها؟ افتحها. عامل لي مفاجأة صح؟ افتحها يا عسل، افتحها. الله 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 على الحركات يا باشا. الله سلي بالك دي عشان التدريب. ها تروح انت ماسك المسدس وانت اساس في النشال فخ فخ تروح ضرب. بس استاذ وتامن بالله راس حقيقيه بالظبط. ما هي حقيقيه. والله العظيم حقيقيه وجت معايا غلط من مصر. مصر؟ يعني انت خفت من مصر وما خفتش من راس؟ يا عمال يا عمال هتفضحناش ولا يا الواد يوسف فين؟ هجيب لكم ابهاتهم يقطعوكم. لا جرايه يا بنت جرايه ده حاج. احنا مش ناويين تعترفوا. قلت لك ما اعرفش. ما تسال عليه في الكليه وتريحنا. سالت في الكليه قالوا لي ما فيش اسم كده. اخرس. انا ابني مقاعد في الكليه طالب برتبه عريف. بجد يا عمي؟ طبعا ده قرب يتخرج كمان. يعني مش ناويين تعترفوا. انا قلت اللي عندي. حلو قوي. دبشة جاهز يا ريس. ثبت راسك. في ايه؟ ثبت راسك. في ايه؟ نشن يالا. انشن على مين يا ريس؟ نشن على البرتقانة اللي على دماغها انا يالا. انت ادرى يا كريم يا رب. لا سفينة ولا سفينة اصحى ابوس ايدك. ما تخليهاش مصيبتين. ابوس ايدك اصحى. سفينه سفينه. ايه يا باشا؟ ما تخافش. لا غايب. ما تبص لهاش خالص. اهدى انا هفهمك كل حاجه. فهمني. اهدى بالراحه. فهمني. اولا لازم تعرف كويس قوي ان الشنطه دي مش بتاعتي. ولا بتاعتي والمصحف. انا عارف انا عارف انها مش بتاعتك. ركز بس انا هفهمك كل حاجه. الشنطه دي جت معايا غلط من مصر. مصر. انا مش فاهم في ايه بينك وبين مصر. انا كل ما اقول لك مصر تخاف كده يا سفينه. انا مالك انا مالك البوليس يا باشا؟ محدش هيصدق. هو انت مش بوليس؟ لا انا مش بوليس. لا يا باشا فهمني. ايه يعني اما انا اللي بوليس؟ لا هفهمك فهمني. هفهمك. قلت هفهمك. بصراحه انا ما نجحتش في اختبارات كليه الشرطه. ايه؟ انت مش يوسف؟ وربنا يوسف. والله العظيم يوسف. لا يعني انا هكدب عليك بعد العمر ده؟ قول العظيم انت ما يوسف. يا ابني يوسف. يا عم افتح لي الفندق. اهدى يا عم. افتح لي سيب شقه. ابوس ايدك. اهدى يا عم يا سفينه. ما تفتحناش يا ابني. ما تفتحناش يا عم. يا ابني ولا يا ابني ولا يا ابني. خليك كده. كفايه حرام. كفايه كفايه. عصر برتقال في عينيا. عينيا بقت سكري. خلاص في ايه؟ هعمل بيبي برتقال. طب بسرعه قصدي بسرعه. ركز معايا. انا معاك اهو. ها نعم. ركز معايا. انا معاك اهو. معاك الشنطه دي بتاعت ابنك. أيوة. ودي هدوم ابنك. ايوه ابني. حلو. يا رب تفهم. شنطه ابنك دي انا خدتها وهو خد شنطتي. اخرس يا كلب. انا ابني مش حرامي. ايوه مش حرامي. ده ظابط قد الدنيا. اخرسي. ماتت. اخرس. طيب حاضر. الشنطه اللي مع ابنك فيها راس تمنها نص مليون جنيه. ليه يا اخويا؟ راس تطعنخ امون. انت بتاكل في الاثار يا راجل. انت راس بني ادم. انا اللي قتله بايدي. لو ابنك اتمسك بيها هيروح في 60 داهيه. لا لا ابوس ايدك ابوس ايدك. اتصرف يا عم اتصرف. طيب طيب بس ما تهزنيش. اسمع يا نخلوخ انت. انا مستعد اجيب لك الشنطه مرازي وتديني حلاوتي. ماشي الديل.
بس عارف لو لعبت بديلك ايه اللي هيحصل لك. ديلي هو انا بقى فيا ديل؟ فكني فكني، خليني استحم واعرف اتكتك. نعم رئيس. عايز عينيك ما تنزلش، بلاش عينيك، عايزك تراقب صابر. عارف صابر؟ لا يا رئيس. مش مهم، المهم هو ما يشوفكش وانت بتراقبه. وجب يا رئيس نخنوخ. يلا اتك على الله. اتك على الله. يوسف، يوسف، اعمل ايه في اللي انا فيه ده يا ناس؟ سقطت في الكلية وقلت عادي، كدبت على الناس كلها وقلت تعدي، لكن اتبلي براس بني آدم. راس راس يا ناس. خضتني خضتني. انت اللي خضتني، جايب لي جسمي يا سفينه. هو انا ناقص؟ طلع علينا المشكله، سرقته من المخزن، رميت الدماغ بتاعته وهنحط الدماغ بتاعتنا دي هنا ورجعه زي ما كان، ولا متشوف ولا منتري. طب الله العظيم انت بتفهم يا دي سفينه. تلميذك يا باشا. طب يلا يلا ننفذ الخطه. يلا يلا يا باشا. رحيم الراس راحت فين؟ كويس ان هي غارت. انت زعلان ليه؟ الراس فين يا ده السفينه؟ والله العظيم ما خدت حاجه. الراس تطلع دلوقتي لو اديك في داهيه. والله ما خدت حاجه يا باشا. اوعى البتاعه دي من سكتي. ايه يا باشا مالك؟ اقسم بالله الراس دي لو ما ظهرت دلوقتي لقطع راسك واحطها مكانها. انت هتخوني في راسي يا باشا. انا هخونك في صباعي يا معفن. الراس تطلع. الراس تطلع دلوقتي. والله العظيم ما خدتها. طب اهو كله تمام يا خنوخ. لا الفلوس الاول حلو. انت فين امال؟ مالكش دعوه انا فين، فلوسك في الحفظ وفي السول. بقول لك ايه، سلام دلوقتي، اصل داخل على لجنه. وقف حلقتها. اقف، بتتكلم في الموبايل وانت سايق؟ ما فيهاش حاجه يا باشا، ما كل الناس بتتكلم. وكمان بتبجح؟ انزل من العربيه. حاضر يا باشا. يا باشا انا ما اقصدش ابجح ولا حاجه. خش اتفضل اتفضل اتفضل. حاضر. فتشوا العربيه. فتشوا العربيه ليه يا باشا؟ العربيه ما فيهاش حاجه. فتشوا العربيه. افتح افتح. اخلص. اطلع اطلع. لينا شنطه دي في العربيه. افتحها. ايه ده؟ راس مين دي؟ عم صابر اتمسك بالشنطه. ما خرب بيتك يا عم صابر. وبعدين يا ريس، عم صابر اتمسك بالشنطه. ضيعني الحيوان. والبت دي هنعمل فيها يا ريس بعد ما عم صابر اتمسك بالشنطه؟ ولا لاني مع عم صابر هو اللي اتمسك بالشنطه. خلاص يا بت، بت دي هتشرف معانا لغايه ما نشوف حل في المصيبه دي. مصيبه ايه يا ريس؟ بتاعت عم صابر اتمسك بالشنطه. يا باشا الشنطه دي مش بتاعتي، مش بتاعتي. احلف لك بايه عشان تسكت؟ الكلام ده بقوله في الاسم. حبيبي يا بابا، حبيبي يا بابا، حبيبي. اجمد يا يوسف،
أبوك لأول مرة في حياته مظلوم، وأنت الوحيد اللي هتقدر تثبت براءته. ما تخافش يا بابا، أنا مستعد أعترف لهم إن الشنطة بتاعتي. لا لا، أوعى تعمل كده. لو أنت ابني بصحيح تثبت براءة أبوك وتنقذ حبيبة. حبيبة؟ هي فين حبيبة؟ مخطوفة. مين اللي خطفها؟ نخنوخ صاحب الراس، الراجل اللي اتبدلت شنطتك معاه في الأوتوبيس. أنا مرضيش أقول الكلام ده لوكيل النيابة عشان أنت اللي تقوم بالمهمة دي لوحدك يا بطل. طب اتورطنا بابا وتقول لي بطل. ماشي، هتشوف شوف ابنك هيعمل ايه. الزمالك هو حسام حسن، ابراهيم حسن، تصعيده عاليه، وائل جمعه يقطعها على طول لابراهيم سعيد اللي عامل مباراه. يا نهار احوس، ده احنا خاطفين واحده. هو حسام غالي في وسط. جعانه قوي. انتوا يا عصابة، انتوا يا منحرفين، انتوا يا اللي خاطفيني. هي الناس اللي هنا ما بتهتمش بالمخطوفين ليه؟ مالك يا بنت عامله دوشه ليه؟ انا مش فاضيلك، انا قاعد بتفرج على ماتش كره هيجنني. كل فرقه نازله ب 22 لعيب وكورتين. يعني بتتفرج على الماتشيات دي كلها وسايبني لوحدي؟ انا بخاف. تخافي من ايه ما انت مخطوفه؟ انا جعانه قوي، وانا والله هموت من الجوع، بس ما فيش اكل هنا، حاجه تقرف. طب ما تطلب لنا اكل يا سمكيه. ده اطلب لنا اكل عشان خاطر. بس ازاي يعني ديليفري؟ لا ما اعرفش حد بالاسم ده هنا. ده واحد صاحبنا انت ما تعرفوش، فاتح محل سمك وبيعمل ملوخيه كده. اطلب لنا اكل والحساب عندي. ماشي، بس ما تقوليش لحد. ها عيب. قولي الرقم 010-355-138. ما ترد. نمره غريبه مش رادت. يا ترى انت فين يا حبيبه؟ يا ترى انت فين يا حبيبه؟ ما ترد، يمكن نمره مهمه. ايوه. ايه سمك؟ بطلوا السفاله وقلة ادب بقى على المسك. هقول له حبيبه اللي بتاكل عندك كل سنه، وتعالى بسرعه احسن هتموت من الجوع. بتقول لك حبيبه زبونه عندك. ايوه يا عم هي حبيبه. هاديله العنوان بسرعه. بيت، انا شكيت فيك يا بيت، ما تعملهمش عليا. ليه بس كده؟ ليه بس؟ اديله العنوان يجي هو. ما تدفعيش الحساب. لا هدفع. قولي له انت بنفسك يا ناصحه، حبيبه معاك ايه؟ تعالى بسرعه احسن هموت من الجوع. ما تخافيش يا حبيبه، ما تخافيش، انا هتصرف. سفينه ورقه وقلم واكتب اللي هقولك عليه بسرعه. ورقه وقلم. حاضر ماشي. اقول اكتب 2 كيلو جمبري. جمبري ايه؟ اكتب. ماشي ماشي. جمبري. وكيلو صبيت. صبيت. وبابا غنون. غنون. غنون ايه يابا؟ اكتب. ماشي حاضر يا حبيبتي حاضر. طب بقولك ايه، اديني الراجل اللي معاك ده عشان اخد منه العنوان. ايه يا باشا؟ بس يا معلم هي دي الفيلا، تعالى ورايا. ريحه ايه دي؟ سمك. ايوه ايوه، انا خنطت من على السور ده. وانا اعمل ايه بالسمك ده؟ انت هتخبط على الباب. اه. اللي هيفتح لك اديله السمك وحاسبه. اه. واقعد ارغي في الحوار، ما تاثرش بسرعه. ماشي. ولو حسيت باي قلق اديني رن على الموبايل. اقول لك ايه؟ انت هتعرف ترد السور ده؟ طبعا. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا بنت النهارده الخميس، يعني عيد ميلاد ابليس.
دبشة حيوان ساب التلفزيون مولع كيف السالك كهربا اما اشوفه بس هشرب من دمه انا بحب دم الدبشة قوي ارضيه وفاروق انا كان بيته ابونا كان كان قصدي ومين ومين انت خربت يا بنت تليفونك كام دلوقتي؟ ده لو رن كنت دبحه ضحكتيني يا بنت وانا متضايق اطلبك تاني الاهلي بيتنقل الكره في سهوله ويسر وثقه والنتيجه طبعا الصوت ده جاي من التلفزيون وجاي حد بيرن المذيع أمشى تانية حلوة برضك يا بنت يا زعمصر زعمصر وإبراهيم سعيد كارت أحمر ما فيش طبعا مناقشة مع الحكم يا يمكن إيه الظلم ده الله وأنا كل ماتش أطرد عملت إيه أنا يعني عشان أطرد ما تطلع عادوا أنت ساكت ده لعيب رخم قوي ماشي ماشي الواد ده غريب مرة يزمخ شعره مرة يتخن نفسه واد عجيب ايه ده باشا قلعوك ليه كده يا غبي انا قلعت بمزاجي المهم انت كويس بقولك ايه تضحك بنار والدنيا هنا وبقولك ايه بتيجي نبلغ البوليس بوليس ايه يا غبي اللي عايزنا نبلغه ده هي دي اللحظه اللي انا بستناها يلا بينا يلا بينا اسعدت الباشا ما تقلقش ما حدش يقدر يقبض عليك ولا بلغ عنك البنت معايا هاتها وهات كل اللي معاك تعالوا لي على اليخت امرك اوامر دبشة هلا دبشة نعم يا ريس هلا جهز لنا هلا العربية وجهز لنا البيت وشوف لنا أي حاجة نشربها عشان نفوق ماشي يا ريس هجيب لكم إزازتين بيرة مشبرين صح يا يلا يلا إيه مش هتطفي التلفزيون ده الأول آه صح برضه يلا أدي أنت وهو وهو على ما نوصل هنبقى الصوم يلا بالراحة طيب دوعة يا عم خفيف اهلا اهلا بالحبايب نورتونا يا باشا المعاملة التحتانية ده يا باشا لا الفوقانية هتبقى احسن يا نخنخ على مؤاخذة يا باشا انا عايز فلوسي 499,960 جنيه انت عبيط يلا الشنطة مع البوليس يعني كده هتودينا كلنا في داهية مش نخلوخة باشا اللي تغادر بيه عدم المؤاخذة حبيبة موتوا حبيبة ايه افرج جبت صباعي لو اتاخرت 10 دقايق هبلغ البوليس على فكرة انت اللي معطلني اوعى ربنا معاك يا باشا فلوس اي اوعى يلا ما انا قلت لك يا باشا بتعرف تعوم وانت انت عبيط العويجة يا جدعان العويجة العويجة مش نخلوخ خلاص اللحمه ببلاش اوعي التاتي انا قلت لك الدرواي 40 جنيه ده تذكره الدرواي 60 جنيه تعمل ايه يا ولد لا مفيش انا كنت معدي بس سمعت دوشه عندكم قلت اشوف في حاجه ولا ايه يلا نمشي من هنا حاضر حاضر انا جاي يا كبير انا جاي يا كبير اضرب يا كبير ما تقوليش يا كبير ما تقوليش انا صغير ماشي يا صغير انا صغير يا
ترى اللي حصل، ما كنتش اتعلم العوم وعاش. ده ايه المكان اللي كل الناس بتقع فيه ده؟ اهرب ولا اجري ولا حبيبه ويك يا حبيبي، وحشتني انت كمان، وحشتني قوي. ايه ده انت مبلول كده ليه؟ مش قلت لك كل اللي بينا شويه ميه؟ في حد بيطير بني ادمين هنا على فكره. ما قتليش أخيراً وقعت في إيدي يا فخفوخ. أنا اسمي نخنوخ، وخليك فاكر الاسم ده كويس قوي. المهم تبقى فاكره أنت. أهلاً يا كبير. أنت إيه اللي رماك هنا؟ أنا أنت مش عارف إنهم هيرموني هنا. معلش يا كبير، معلش. أنا حبيبة يا مركب دي بلاش كبير ولا إيه؟ يلا بسرعة انت وهو، لمهم على المركب الصغير. بيتك يا بيتك. خش يا مان، وقف يا تو، وقف يا لسيا، في النص يا تو، وقف يا لسيا، في النص يا تو. مبروك يا حضرة الضابط. لا ضابط ايه بقى، ما خلاص كفايه المصايب اللي حصلت لنا. خلينا بقى ننتبه لنفسينا ونشوف مستقبلنا. ولا سفينه يا باشا، الليله ليلتي. اه وليلتي يعني ليلتك، اعتبره فرحك وقوم بالواجب. علي الدجيالة وراها، قلت لازم اعيش معاها. عارفين قلت لها ايه؟ بعد اذن سيادتك ده انا معجب بسعادتك، ممكن اكلم طن يمكن ربنا يهديني واكمل نص ديني وما اضطرتنا الطن عمو واتجوز اشتغلات. انا خلاص هتجوز وهبطل ابص على البنات وهظبط نفسي وبطل اقضيها اشتغالات. رقصني على الواحد مش همشي ورا واحد، رقصني على الواحد مش همشي ورا واحد. هي بوسه من العروسه Hey!
ماشي مستقيم وحاضر.